يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع المواد الغذائية على أهالي محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود التحالف لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في جميع المحافظات المصرية. وقام التحالف بتوزيع أكثر من 500 صندوق مواد غذائية بمدينة القصير من إجمالي 2000 صندوق مقسمين على مدن غارب وسفاجة والغردقة والقصير. بنوزع 2000 أسرة على مدن راس غارب وسفاجة والغردقة والقصير، والنهارده موجودين في القصير بنوزع 510 شنطة مواد غذائية على أسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمدينة، بالتعاون مع المؤسسات والجامعات القاعدية الموجودة في المحافظة اللي هي بتبقى سبق بحث ليها الحالات اللي هي الأكثر احتياجا الموجودة بالمحافظة. بنقوم بتوزيع 2000 شنطة مواد غذائية على مركز راس غارب وفي الغردقة وسفاجة والقصير. النهارده ان شاء الله هنبدأ بالقصير، هنوزع 500 شنطة، والتوزيع ان شاء الله على مدة 3 ايام في المحافظة، وبالتعاون مع الجامعات القاعدية لنا هنا في محافظة البحر الأحمر. انا بشكر التحالف الوطني وبقول لهم ربنا يا رب يزيدكم من نعيم الله، وربنا يجبر خاطركم زي ما بتجبر خاطر العباد ويوسعها عليكم يا رب ان شاء الله.